طلابنا الحلوين، طلاب الصف الخامس، معاكم مس كوثر، مدارس البرنامج الجديد. اليوم بدنا نعمل مراجعة للعامل المشترك الأكبر. أول شيء قبل ما نبلش بالعامل المشترك الأكبر، من اسمه عامل، إذا إجا من العوامل. إذا أنا بدي أضطر إني أراجع درس العوامل وكيف بحلل العوامل وكيف بوصل للعوامل، درس أخذناه بصف رابع. مثلا أنا عندي نيجي نحكي رقم 24، ماشي، بستخدم طريقة الشجرة، بحكي شو العددين اللي بضربهم ببعض بيعطوني 24. عندي 4 ب6. طيب الأربعة بتتحلل لأنها زوجة، والستة كمان بتتحلل لأنها زوجة، وموجودات في جداول الضرب. الأربعة إيش في إيش بعطيني 4؟ عندي 2 2. باجي بحكي الستة إيش في إيش بعطيني 6؟ عندي 2 في 3. الآن الآن باجي بحكي طب 2 بتتحلل، ما في إشي بضربه ب2 بيعطيني، أي عددين بضربهم في بعض بعطوني 2 غير 1 ب2. إذا وصلنا هون للنهاية، تمام؟ وهون نفس الشيء 2، وهي 2، والثلاثة ما في غير 3 في 1 3. هلأ بإمكانكم أنتوا تعملوا مثلا 2 في 1، وهي خلاص ما بتتحلل، بس ما هي نفس النتيجة، حتكون الواحد ما بيأثر. إذا العوامل هون شو هي؟ 2 2 2 3. هاي هي عوامل 24، هاي هي عوامل 24. هسا أنا حتى أوجد العامل المشترك الأكبر، لما يكون عندي عددين في كل عدد بوجد عوامله، وبعدين مثل هيك وبكتبهم هيك، وبعدين بطلع العامل المشترك الأكبر. إذا خطوات الحصول على العامل المشترك الأكبر، أول شيء بحلل عددين عواملهم الأولية، زي ما عملت هيك بكون في عندي عددين، بحلل كل عدد عن طريق الشجرة. 2 برتب العوامل، بقوم بترتيبها بهذا الشكل. بعدين كل عاملين متشابهين بأخذ منهم 1، وبعدين بضربها لهاي العوامل المشتركة. مثل هون مثلا عندي، هاي عندي رقمين، هاي 60 وهي 40. أول شيء بوجد عواملهم، 60 هي عواملها، 60 30 في 2، 2 ما بتتحلل، 30 بتكون 5 في 6، 5 ما بتتحلل، 6 بتكون 2 في 3. هاي رتبتهم 2 و5 و2 و3. هسا بيجي عندنا 40 هون، 5 في 8، هاي 5 ما بتتحلل، 8 4 في 2، 2 ما بتتحلل، 4 بتتحلل، بصير 2 في 2. وباجي برتبهم هون، باجي باخذ من كل 2 متشابه 1، 2 و2 هي 2، 5 و5 هي 5، 2 و2 هي 2، 3 و2 مش متشابهات خلص بروحوا. هسا باجي بضربهم هذول، 2 في 5 10 في 2 20. اذا العامل المشترك الاكبر 20، العامل المشترك الاكبر 20. طيب في عندي هون كمان رقمين، 40 و16، بحلل الـ40 عن طريق الشجرة، بحلل الـ16 عن طريق الشجرة. الـ40 2 هي 5 في 8، أو ممكن 2 ب20، ممكن يكون كذا طريقة للحل، لكن العوامل رح تطلع نفس ما هي، والعامل المشترك أكبر رح يطلع نفس ما هو. 40 5 في 8، 5 ما بتتحلل، 8 2 في 4، 2 ما بتتحلل، 4 فيها 2 ب2، 16 4 في 4، أو ممكن 2 ب8، بس هيطلع نفس العوامل، 4 2 ب2، وهون 4 2 ب2. باجي برتب الـ40، برتبهم هيك، 5 2 في 2 في 2، والـ16 4 2. من كل رقمين متشابهين باخذ 1، الـ5 والـ2 مش متشابهين ما بيلزموني، 2 و2 عندنا 1 هي 2، 2 و2 ناخذ منها 1 هي 2، 2 و2 ناخذ 1 هي 2، 2 في 2 4 في 2 8. اذا العامل المشترك الاكبر 8، العامل المشترك الاكبر 8. إذا كمان مرة باجي بحكي العامل المشترك الأكبر من كلمة عامل، إذا أنا لازم أحصل على عوامل زي ما أخذنا بصف رابع، كل رقم عن طريق الشجرة بحلل عوامله، وبحط العوامل اللي طلعت معي بالأخير ما بتتحلل هون، وبصير أخذ من كل 2 متشابهين عامل 1. هاي حلل العددين العوامل الأولية، برتب هاي العوامل تحت بعض، كل عاملين متشابهين بناخذ منهم 1،
وبنضرب العوامل المشتركة مع بعض حتى يوجد عندي عين ميم ألف لو العامل المشترك الأكبر. إذا العامل المشترك الأكبر هو أكبر رقم بيقسم العددين، أكبر رقم بيقسم هدول العددين، أكبر رقم بيقسم هدول العددين طلع هو العشرين، عشرين بقسم الأربعين وبقسم الستين. يعني الأربعين تقسيم عشرين، عشرين والستين تقسيم الأربعين تقسيم عشرين اثنين وستين تقسيم عشرين ثلاثة بدون باقي، معناته هو بيقسمهم. إذا هو هذا أكبر عدد ممكن يقسم الرقمين هذول مع بعض، يعني مشترك بيناتهم. هون نفس الشيء الثمانية، 16 على 8 2 و40 على 8 5. إذا الثمانية هو الأكبر رقم يقسم عليهم اثنين مع بعض مشتركين. نيجي نشوف هذا السؤال، عندي هون 60 عندي هون 60 و50. أول شيء أول رقم 60 عن طريق الشجرة، 60 30 في 2، 2 ما بتتحلل، 30 5 في 6، يعني 5 ما بتتحلل، 6 2 في 3، إذا طلع عندي 2 ضرب 5 ضرب 2 ضرب 3 هاي 60. طب عندنا 56 عندي 7 في 8، 56 السبعة ما بتتحلل، التمانية تنين في أربعة، الأربعة ما بتتحلل، تنين تنين. إذا عندي هون هاي 60 وعندنا هون 56، عندي نيجي نحكي التنين ضرب التنين عشان نرتبهم تحت بعض، 7 5 و 2 و 2 و 2 سوري هون 2 7 هون 2. اذا هاي 2 مشتركه وهي 2 مشتركه، اذا بيطلع عين ميم الف 2 ضرب 2 بيساوي 4، 2 ضرب 2 بتساوي 4. كمان مرة، إذا العامل المشترك الأكبر أول شيء بحلل كل رقم لعوامله الأولية، بعدين برتب هاي العوامل تحت بعض، بأخذ كل 2 متشابهين منهم واحد وبضربهم ببعض، هذول اللي أنا أخذتهم متشابهين. لا هاي الخطوة الأخيرة لازم نعرفها، لأنه بس نيجي نراجع المضاعف المشترك الأصغر رح نوجد إنه رح نضرب المشترك والغير مشترك. فإذا هذا اللي بيميز العوامل العامل المشترك الأكبر من المضاعف المشترك الأصغر، عشان هيك هون بس المشتركات مع بعضهم بضربهم في بعض، بضربهم في بعض. ويعطيكم العافية حبايبي، ونشوفكم مراجعة المضاعف المشترك الأصغر.